ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنحكي حدوته حلوه قوي اسمها حدوته النمر المغرور. يلا نشوف كان مغرور ليه. كان في الغابه كل يوم كل الحيوانات بيطلعوا عشان يلعبوا مع بعض، الارنب والقرد والفيل والخروف والحمار، كل الحيوانات بيلعبوا طول النهار ويتبسطوا مع بعض، واول ما يجي الليل يروحوا عشان يناموا. وهم قاعدين بقى بيلعبوا، جه النمر المغرور وقعد يقول للقرد: وسع وسع من هنا يا قرد، ده مكاني أنا جاي أقف عشان أتفرج على النحلة اللي بتقعد تمتص رحيق الزهور، أنا بحب أتفرج عليها. لا مش هوسع، تعال العب معانا، احنا بنلعب لعبة حلوة قوي طول اليوم قاعدين نلعب مع بعض، تعال يلا العب معانا يا نمر. أنت عايزني أنا ألعب معاك أنت يا قرد؟ أنا النمر المفترس، النمر القوي، ألعب معاك أنت ولا هو أرنوب؟ لا لا، أنا حيوان قوي، ملعبش مع حيوانات ضعيفة زيكم. كده يا نمر، شكرا شكرا. على فكرة بقى انت حيوان مغرور جدا، وبسبب غرورك ده هتفضل على طول قاعد لوحدك ومش لاقي حد تلعب معاه. انا هروح العب مع صحابي الطيبين، وانت خليك لوحدك بقى قاعد تتفرج على النحلة. رجع بقى القرد تاني يلعب مع صحابه ويكمل لعب معاهم، بس كان متضايق جدا جدا من اللي النمر قاله عليه هو وصحابه. وفضل النمر هنا واقف يتفرج على النحلة والورد. وجي القرد هنا وجمع كل صحابه وقال لهم: انا عندي فكرة حلوة جدا لازم ناخد بيها حقنا من النمر، وهي ان احنا هنعمل فيه مقلب نعرفه فيه ان احنا مش حيوانات ضعيفة وان هو مغرور. يلا بينا يا صحابي، موافقيني؟ يلا. وبعد شوية راح القرد قعد تحت خلية النحل اللي في الشجرة، وبعدين وهو قاعد شوية والنمر عدى عليه. انت بتعمل ايه هنا يا قرد؟ ايه اللي مقعدك هنا تحت الشجرة؟ وايه القرص الذهبي اللي منور في ايدك ده لونه ذهبي؟ القرص الذهبي ده يا نمر لو حد خبطه او ضربه بيعمل صوت قوي جدا، وانا قاعد بحرسه علشان ما يعملش صوت ويزعجكم. انا عارف انك مش بتحب الدوشة يا نمر، فانا قاعد بحرسه. بدأ بقى هنا النمر يبقى مغرور ويفكر: طب انا ليه انا مضربش القرص الذهبي ده واسمع الصوت القوي، وانا الحيوان الوحيد القوي المفترس اللي يقدر يعمل كده في وسط كل الحيوانات الضعيفة. يا قرد يا قرد، انا عايز اضرب القرص الذهبي ده، ممكن تسيبني اضربه؟ طبعا طبعا يا نمر تقدر تضربه، طبعا بمخالبك القوية تضربه يعمل صوت قوي، بس معلش انا همشي، انا علشان الصوت القوي ده بيوجعلي وداني، انا همشي انا بعيد، وبعد ما امشي بعيد ابقى اضربه انت يا نمر. وراح النمر المغرور ضرب خلية النحل برجليه، واول ما ضربها طلع منها نحل كتير جدا قعد يقرص فيه. وزعل النمر جدا من اللي حصل له، وبسبب غروره اللي خلاه صدق القرد وصدق ان ده قرص ذهبي بيعمل صوت قوي، وانه كان عايز يثبت ان هو حيوان مفترس وقوي اقوى منهم كلهم. وهنا بقى قرر النمر ان هو يرجع يعتذر لاصحابه على اللي حصل منه. هم سامحوني، انا اسف ان انا قلت عليكم انكم حيوانات ضعيفه وان انا بس اللي قوي، يا ريت تقبلوا اعتذاري وتقبلوا ان انا ارجع العب معاكم تاني. وصحابه فرحوا جدا وقالوا له: ايوه بقى هو ده النمر صاحبنا، يلا بينا نرجع نلعب كتير قوي. وكده يا صحابي حدوتة النهاردة خلصت. باي باي، متنسوش تعملي لايك واشتراك.